بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قناة أي أسيل تيفي راح نديرو مع بعض كيكة الجبن. هاد الكيكة تجبنينا بالبزاف بالجبن والشوكولا. نبدأ على بركة الله. بسم الله، في المقادير تاعها هنا عندي زوج حبات تاع البيض، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الماء، مغرف تاع الكاكاو تكون معمره مليح، مغرف تاع الديكوجيل ولا تقدري ديريها ديري كونفيتور مربى المشمش، كاس وربع تاع الفرينه، وهنايا ساشي تاع لا ليفور. نبداو على بركه الله. بسم الله، هنا احكمي الريسيبيون تاعك، حطي فيه زوج حبات تاع البيض وزيدي له قرصه تاع الملح، زيدي هذاك نص كاس تاع السكر وخلطيهم مليح مليح حتى تحصلي على خليط ابيض. يعني هكذاك واحد دقيقه وانت تخلطي باش يذوب السكر برك. هذا ما كان هنا، بعد ما ذاب لي السكر نحكموا الزيت تاعنا ونزيدوه بالتدريج كيما موالفين نديروا الكيكات كامل. زيدي بالتدريج وانت تخلطي حتى تكمليه لمده هكذاك واحد زوج دقائق باش تطلع لك الكيكة وتجيك خفيفة. وفي الأخير زيدي هذاك نص كاس تاع الماء يكون دافي، زيدي خلطي لهنايا في الفرن تاعك تكوني شعلتيه، ومن بعد زيدي لهنايا المغرف هذيك تاع الديكوجيل ولا مغرف تاع المربى المشمش. اللي ما عندهاش ديكوجيل دير مربى المشمش، انا بالعاني دير ديكوجيل باش نوري الاخوات بلي يقدروا يخدموا بديكوجيل. بزاف اللي سالوا ما لقينا واش نديروا بديكوجيل. وفي الاخير نزيدوا هذيك المغرف تاع الكاكاو، هنا لازم نصيرو باسكو دي فوا يجي مندي وكامل. نزيدو هذيك الباكي تاع لا ليفور، الفرينه كاس وربع كيما قلت لكم، خلطي كل حاجه. الفرن تاعك يكون شاعل على 170 درجه لهنا قبل ما تبدا كامل هاد العمليه باش يسخن لك مليح مليح. خلطيهم واحكمي المول تاعك، هذا هو القوام تاع الكيكه تاعنا، ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه بزاف بزاف. وحطيه في المول يكون مدهون بالزيت، تقدري ترشيه لهنايا تانيك بالفرينه القطر تاعو 24 سنتيمتر. نمروا لكريمه الجبن تاعنا اللي تتكون من، انا هنايا خديت امير، هو فيه الريحه تاع الجبن بزاف بزاف، 3 تاع ياغورت ناتور وربع مغارف تاع حليب لحظه اللي هو حليب بودره. هنا دوكا احكمي الريسيبيون تاعك، حطي كامل المكونات، حطي هذاك الجبن. هنايا تجبنينا بزاف بهذا، تجي كانك خدمتيها بالجبن. انا نحيت الجبن، اللي تحبوا يحطوا الجبن ما يحطوش امير، يحطوا ربعة تاع كيري ويحطوا هذوما تاع، ومن بعد يزيدوا يحطوا البوايط ناتور هذوما عفوا. ومن بعد زيدي الحليب تاعك، خلطيهم كامل مليح مليح، زيدي لهنايا السكر، زوج مغارف السكر حسب الذوق، تقدري تروحي حتى 3 ولا 4 اللي يحبوا الحاجه حلوه بزاف. خلطيهم مليح مليح حتى يتجانسوا لهنا مليح مع بعضهم، تكون الكيكة تاعك طابت. خرجيها من الفرن وحطي هذاك الخليط عليها، وهنا طفي الفرن تاعك من تحت وشعليه من الفوق باش طيبي هذيك الكريمة، ماشي طيب بزاف غير تشد روحها برك نحيوها. هنا راح نديروا القناش تاعنا، احكمي اي شوكولا يحبوها افراد تاعك مع بواطه تاع ياغورت تانيك، اما فاني ولا تانيك تقدري ديري ياغورت ناتيو. انا هنايا حكمت بالذوق نواد كوكو باش جاتني تانيك بنينه كتر وكتر. حطي الشوكولا هذيك ودوبيها عادي، وهنا نحيها. هنا ما تنساوهاش كيما انايا، انا نسيتها شويه، رحت نهضر في الهاتف تحمرت لي شويه، ما لازمش، لازم غير تشد روحها برك نحوها. ودوق لهنا حكمي هذاك القناش اللي خدمتيه بالياغورت والشوكولا، بعد ما يدوب سي برديه شويه برك ماشي بزاف، ومن بعد حطيه على الخليط تاعك. وهنا زينوها بالشي اللي راكو حابين، انا حطيت لي بيبي شوكولا قبل ما تجمد لكم، حطوها تبرد حتى تشد روحها مليح مليح. ودوق نوري لكم النتيجه الاخيره، شوفوا كيفاش تخرج كيكه روعه، تجي طبقه رقيقه برك من هذاك الجبن، ويجي رايح بزاف بزاف فيها صدقوني، طبقه رقيقه بصح تجي رايحه. والكيكه شوفوا لهنا كيفاش تخرج طريه ما شاء الله بلا ما تسقوها، شوفوا لهنايا تخرج روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم خليتكم في امان الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.